السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله هنحل مع بعض على يونت 4 تيست 4. هنحل طبعا من بإذن الله من كتاب الأضواء جيم وكتاب المعاصر الجزئية على يونت 4. بذكركم بس اللي انتم مع قناة الإنجليزي أسهل مع مس رسامي، اللي لسه ما انضمش هنا ينضم عن طريق الضغط على زر أحمر سبسكرايب، وكمان اللي هو اشتراك، وكمان وتفعيل الجرس بالضغط عليه عشان يوصلكم الجديد بتاعنا وصفحتنا على الفيسبوك للمتابعة وإعجاب بالصفحة بنفس اسم القناة، وعلى الانستجرام ساره سامي 825. بننزل على الانستجرام مقدمة عن الفيديو اللي احنا بننزله في كل حلقة بننزل فيها فيديو، فعشان تعرفهم احنا منزلين ايه، وبترجعوا له موجود بيبقى كامل على القناة وعلى صفحة الفيس. طيب بنسمي الله كده مع بعض ونبدأ بإذن الله نحل التست. بسم الله. أول حاجة عندي بيقول لي finish the following dialogue، اكمل الحوار بتاع الديالوج. أنا أول سطر عندي في الديالوج ده اللي هو باللون الأسود بيبقى مهم عندي، اللي هو سلوى and Amani are talking about their summer holiday. بيتكلموا عن ايه؟ ده بيعرفه لي في السطر ده عن الاجازة بتاعة الصيف. فبيقول لي سلوى hello Amani at last we have finished our exams. احنا انهينا امتحاناتنا خلصناها. قلت لها واو that's very exciting، حاجة مثيرة للتحمس، حاجة جميلة. قلت لها where are you going؟ قلت لها during، انت هتروحي فين؟ during the summer holiday، في اجازة الصيف. قلت لها I'm going to London with my dad، he works there، هو بيعمل هناك. قلت لها really how interesting، حاجة ممتعة. what place will you go you visit، انت هتزوري ايه هناك؟ قلت لها اخترنا visit عشان هي كاتبة في الاجابة visit. I'll visit Big Ben and London Bridge، هزور ساعة Big Ben و لندن بريدج. قالت لها do you have any friends there، عندك اي اصدقاء هناك؟ قالت لها yes I do they take me to visit many places، هياخدوني عشان ازور العديد من الاماكن. قالت لها I wish you will enjoy your time، اتمنى ليكي اوقات سعيده او تستمتعي بوقتك. قالت لها many thanks، الكثير من الشكر سلوى. يا سلوى. ده اول سؤال. تاني سؤال write what you would say، ايه اللي انت هتقوله in each of the following situations، وده يعني شرحناه وكنا بندي عليه تدريبات كتير. تعالوا بقى نشوف التدريب ده هنعمل فيه. بيقول your friend asks you، صديقك سألك about the weather at Tux، you are uncertain that it is hot، انت مش متأكد ان هو حر. خد بالك احنا اهم حاجة، وخدي بالك احنا اهم حاجة في السؤال ده انا المفروض اسأل ولا اجاوب، ده اللي بنركز عليه، دي حتة مهمة جدا في السؤال ده، انا هسأل ولا انا اللي هجاوب. طيب بيقول هنا your friend asks، يبقى صديقي هو اللي سأل، يبقى أنا المفروض اللي هجاوب. هقول إيه؟ I am not sure it is hot، أنا مش متأكد it is hot. يبقى you are uncertain، دي اللي خليتني أكتب I am not sure، عشان قال لي أنت مش متأكد إن الجو حار، فقلت له I am not sure it is hot. Number two your mother asked you if you close the doors well before leaving، لو أنت قفلت الباب كويس قبل ما تمشي express certainty. هتقول ايه؟ هتقول I am sure، انا متأكد I closed the doors، قفلت الابواب well before leaving، قبل ما غادر. Number three your friend asks you about STEM schools، STEAM schools. هتقول ايه؟ STEAM schools are special، مميزة، they are for students who are very good at science and maths، هي مخصصة للتلاميذ اللي شاطرين في الرياضة والرياضات والرياضيات والعلوم. طيب قطعة الكومبرهنشن هنشوف الأسئلة على طول زي ما احنا متعودين مع بعض ونرجع للفقرة بعدها. أول سؤال معايا بيقول answer the following questions، أجب عن الأسئلة التالية what is the writer's most favorite invention، إيه هي أهم أو الاختراع المفضل، أكتر اختراع مفضل لدى الكاتب؟ هيكون the internet. هنقرأ if you ask me which modern invention has affected the world most I'll say that it is the internet، هيكون الانترنت. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. سؤال نمبر 2 what have libraries been replaced by، هتبقى replaced by emails. طيب نمبر 3 why do you think، ليه بتعتقد our grandfathers suffered a lot in the past، كانوا بيعانوا كثيرا في الماضي؟ هنقول because they didn't enjoy lots of things، ما كانوش بيستمتعوا بالأشياء which have made our life easier، اللي خلت حياتنا أسهل
more enjoyable أكثر استمتاعا and comfortable مو أكثر راحة. طيب نرجع تاني للأسئلة الاختيار اللي على القطعة. The underlined word زي الكلمة اللي تحتها خط اللي هي زي refers to people بتشير إلى البيبل الناس. Nearly all life activities can be done on the internet in a better way بطريقة أفضل. طبعا سؤال القصة إن شاء الله أول ما نبدأ فيها هنبدأ نحل مع بعض ده، وإن شاء الله ما عادش فيه تأخير عن القصة أكتر من كده، بإذن الله هنبدأ فيها قريب. سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. Number 6 بيقول لي knowing how to use modern technology is essential، حاجة ضرورية. Partners sorry parents should encourage their children، يبقى لازم يشجعهم أبنائهم. Smartphones laptops and table and tablets are forms of technology، كلها أشكال من التكنولوجيا. Scientists hope to invent a new medicine، يخترعوا دواء جديد لعلاج من الكورونا. What subjects do STEM schools اللي اختصارها STEM focus on، تركز على. We are not sure how old this coin is. It might be hundreds of years old. اختار مايك. بنكمل مع بعض بقية الأسئلة. سؤال نمبر 7 rewrite the following using the word of words in practice to give the same meaning، عشان تدينا نفس المعنى هناخد الكلمة اللي بين الأقواس وبنحاول ما نغيرش معنى الجملة. بيقول I know that it is my bag، حقيبتي. It is the only one that is red، دي الوحيدة اللي لونها أحمر. عايز نحط must، يبقى هقول طبعا اللي تحت الخط ده في الأول هيتشال لكن التاني ده هيتكتب السهم اهو تحت. هنقول ايه؟ It must be my bag full stop، ونكتب نفس الجملة التانية بالظبط. It is the only one that is red. طيب number two might، ايه اللي بيدل على معنى might في الجملة؟ perhaps و I am not sure. هحط تحتهم خط عشان دول مش هكتبهم تاني، بحط بدلهم كلمة might اللي واحد طالب بين أقواس ومش هبقى محتاجهم، فأقول I might visit my aunt today. طيب هنا برضو هشيل الكلام اللي بيدل على can't وابدأ أحط can't. Mr. Kareem can't be a doctor. والباراجراف ان شاء الله بتنتظروه بيبقى فيه فيديو لوحده مخصوص للباراجراف. كده خلصنا كتاب الاضواء، هندخل على كتاب المعاصر نحل الاسئله برضو اللي على يونت 4. بيقول ايه؟ رضا meets a tourist on his way، في طريقه to the museum للمتحف. بيقول له ايه؟ welcome to Egypt what's your name، ما اسمك؟ قال له thanks a lot my name is Joe، اي اسم اجنبي ممكن نكتبه. where are you from، بدمه ما ذكرلناش اسمه. where are you from، انت منين؟ قال له I am from Britain. قال له how long will you stay here، انت هتقعد قد ايه هنا؟ قال له I'll stay here for 2 weeks. what are you interested in، قال له I am interested in sports، انا اهتميت او تمتعت ايه بالرياضات. طيب number 2 write what you would say، المواقف على طول. يبقى your mother is in the kitchen، والدتك في المطبخ. you are certain، انت متأكد. هتقول ايه؟ my mother must be in the kitchen، لازم انها لابد، دايما متأكد، يبقى must be انها تكون في المطبخ. Number two, you are sure that your father isn't at home، متأكد إن باباك مش في المنزل. هتقول my father can't be at home، مش معقول يكون في المنزل. Number three, your friend asks you، صديقك سألك about the match if it is at 7 p.m. expresses uncertainty، هتديله تعبير عدم التأكد. هتقول the match might start at 7 p.m. ربما يبدأ الساعة 7 مساء. طيب تعالوا نشوف مع بعض قطعة الفهم، ما بنقراش القطعة، بنقرأ على طول الأسئلة. أول سؤال بيقولي how was محمد and عبد الرحمن's project helpful، قد إيه كان هما بمشروع بتاعهم جميل ومساعد، يعني بيساعد. هنقول هنا their project helps to produce energy، بيساعد على إنتاج الطاقة from animal waste من فضلات الحيوانات and prevent pollution، وكمان بيحمي من التلوث أو بيمنع التلوث. Number two, what are students in Egyptian STEM schools STEM encouraged to do، بيتشجعوا عشان يعملوا. هنقول من الفقرة كله بنرجع للفقرة to try to solve، يحاولوا يحلوا essential problems، مشكلات ضرورية like pollution زي التلوث and energy reduction وإنتاج الطاقة. Number three, do you think، هل تعتقد international competitions المسابقات العالمية for students للطلاب are important مهمة؟ why not، لو قلت yes تقول yes ليه، ولو قلت no تقول no ليه. هنقول yes because that encourage students، ده بيشجع الطلاب to make a great achievement
for the whole world، لكل العالم، بيعملوا انجازات لكل العالم. ودي جبناها برضو من القطعه في اخر سطر، موجود في القطعه، بس ظبطنا الجمله بحيث تنفع مع الاجابه. طيب نيجي للسؤال بقى الاختياري، بيقول لي هنا نمبر for the underlined pronoun it، الضمير it ده دي خط refers to، بيشير الى ايه؟ device اللي هو الجهاز. طب the underlined word device means بتعني ايه؟ ماشين، آلة أو جهاز. سؤال القصة زي ما انتوا عارفين إن شاء الله هنشوف لنا تأخير فيها، بإذن الله هنبدأها قريب ونبدأ نحل مع بعض الأسئلة اللي عليها. طيب نيجي هنا، choose the correct answer from A, B, C or D. The Nobel Prizes are awards، مكافأة for scientists and writers، للعلماء والكتاب. طيب she got a medal، هي حصلت على ميدالية for winning، عشان فوزها. I want to buy a or a laptop because it is easy to carry، عشان هو سهل حمله، around than a computer، أسهل من الكمبيوتر. طيب scientists invented many devices، اختراعات كتير. My grandfather has never read a or an e-book. I might go to the party. I am not sure. أنا ربما أروح الحفلة، أنا مش متأكد. طيب rewrite، هنقول he has red hair. I am sure he isn't Egyptian. هو عنده شعر أحمر، أنا متأكد إن هو مش مصري. طب شلنا الحاجات اللي بتدي عدم التأكد وحطيت بدلها he can't be Egyptian، حطيت بدلها can't be وجمعت الجملة he can't be Egyptian، بدأنا بالجملة التانية as he has red hair. ممكن نقول he has red hair، he can't be Egyptian. طيب نيجي السؤال نمبر 2، علي is definitely happy. علي must، عايز نحط be، طبعا must بيجي بعدها be، احط بتاع definitely بالتأكيد، وحطيت اللي يساويها اللي هي must، يبقى علي must be happy. perhaps عايزني هنا أبدأ بأمل، يبقى أمل might be in the office now. هي شلت طبعا perhaps اللي بمعنى might اللي هي ربما، وحطيت might، بقت أمل might be in the office now، ربما تكون في المكتب الآن. كده خلصنا مع بعض التست اللي على unit 4 من كتاب الأضواء والمعاصر. دمتم في أمان الله.